الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام إلى صحيح البخاري. الحمد لله صلوات السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه نفعنا بعلوم العلوم الصالحين، قال في صحيحه ونزلنا مع كتاب الجهاد والسير، قال: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع نعم قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الزهري أمين المؤمنين في الحديث أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي قال هو حليف لبني زهرة قال وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الله. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه جد عاصم بن عمر. قال فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو قال وهو بين عسفان ومكة قال ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فظهروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام قصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب. قال فاقتصوا آثارهم فلما رأهم عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجأوا إلى فتفت وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية رضي الله عنه أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عن نبيك. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. قال فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 فنزل عليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصري وابن دثنة ورجل آخر. قال فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة قال يريد القتلة. قال رضي الله عنه قال فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوا فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. قال وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب رضي الله عنه عنده سيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنه حين اجتمع استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه فقال رضي الله عنه تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله عنه والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر رضي الله عنه. قال وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا رضي الله عنه. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب رضي الله عنه ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال رضي الله عنه لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها اللهم أحصهم عددا ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال فقتله رضي الله عنه ابن الحارث فكان خبيب رضي الله عنه هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. قال فاستجاب الله لعاصم بن ثابت رضي الله عنه يوم أصيب فأخبر النبي أصحابه خبرهم وما أصيبوا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من يوم بدر فبعث عن عاصم مثل الظلة من الدبر رضي الله عنه فحمته من رسوله فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. سبحان رب العظيم. هذه الترجمة هنا شوف استئساد أهل الإسلام ولا يعطي الدنيا في دينهم ولا يعطي الضعف ولا يكون في هذا الباب لهم ما لهم من الضعف أمام أهل الكفر بل مع وجود أهل الكفر القوة بأسرها تكون.
تكون معهم. عاصم رضي الله عنه كان في عشرة وهم قراء، فجاء هؤلاء الكفرة فأحاطوا بهم بعدما سمعوا بهم، فقال له انزل انزل لكم العهد والميثاق. فعلم أن الكافر لا ذمة له، ويعلم أنه يغدر وأنه خائن، فقال لا لا أنزل، والله لا أنزل. فرموه بالنبل فقتلوه، وقالوا مبلغ عنا نبينا، وقتلوا سبعة منهم. بقي ثلاثة في هذا الباب، ابن الدسنة وخبيب وثالث. فبعدما نزلوا لهم على الأمان أوثقوهم، فقال الثالث هذا أول غدر، والله لا أصحبكم، إن هؤلاء لا أسوة، يعني يريد أن القتل أسوة له، لا لا يصحبهم. فقتلوه. ثم بعد ذلك أخذوا خبيبا وأخذوا الثاني، وكانت قريش يعني فيهم ثأر على خبيب وللثاني، فأخذوا خبيبا وأوثقوه. فأراد الموسى ليستحد ويقابل ربه على الخير وعلى السنة وأن يزيل ما بهم، فكان الطفل الصغير بين يديه أخذه على حجري، حسبت أنه يقتله، قال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لا أفعل ذلك، يعني ما أنا لا يمكن أخون، هذا خيانة وغدر ولا أفعل ذلك. ثم قالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، كأن الله تعالى يطعمه من الجنة، يأكل من طعام الجنة، هي تقول بذلك أنه لرزق من الله. قال ما بمكة من ثمر، وكانت تقول أنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا ليقتلوه في الحل وكانوا يعظمون الحرم، قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، وسن الركعتين عند القتل، وسن ركعتين عند القتل، فتركوه فركع ركعتين. ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولت. ولذلك بعد يعني ما أخذوه ليقتلوه قالوا تحب أن محمدا مكانك ولا تصاب بشيء؟ قال ما أحب أن يشاكل النبي صلى الله عليه وسلم شوكة. ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما. الله أكبر، اللهم اختم لنا بالصالحات واختم لنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات واختم لنا بالإسلام وأنت أرحم الراحمين. ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث ووفى الله لعاصم وبلغ نبيه، فبلغ أصحابه على ذلك. والعجيب أن عاصم كان قتل كبيرا من كبراء قريش، وكانوا يريدون منه شيء، أي شيء من لحمه ليتأكدوا، ذهبوا فأظله الله بالدبر، وما استطاع أن يقتلوا إليه ولا أن يأخذوا منه شيئا، فحماه الله جل وعلا. هو كان قد عاهد الله أن لا يمس مشركا، وانظر كيف وفى الله له، انظر أخي الكريم كيف وفى الله له. أقول إخوتي الكرام، فإن الله تعالى قد تقبل من عاصم ومنعه ومنع المشركين أن يصلوا إليه، معجزة له، وأيضا تقبل منه وذهب وبلغ ما أراده للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة تسمى سيرة الرجيع. قام سعد كانت في سفر على رأس 36 شهرا، ونبي هريرة رضي الله عنه عاصم بن عمر قال قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من عضل القارة، وهم من الهون ابن خزيمة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن. فبعث معهم عشرة رهط، عاصم بن ثابت ومرسد بن أبي مرسد وعبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وخالد بن بكير ومعتب بن عبيد، وهو أخو ابن طارق لأمه. وأمر العين عاصما وقال مرصد ابن أبي مرصد وكذا في الإكليم، قال وقضي الرجيع على سبعة أميال من عسفان. عن أبي الأسود قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونا إلى مكة ليخبروه، وعند موسى بن عقبة كذلك. عن الزهري قال وكانوا ستة. وفي الدلائل بعث عاصم بن ثابت إلى بني الحيان بالرجيع، وذكره ابن إسحاق في صفر سنة أربع وعندهم سنة ستة. أميهم مرصد. وقال عبد الحق في جمعة إنها كانت في غزوة الرجيع، وكانت غزوة الرجيع بعد أحد. وأسيد جد عاصم بن عمر، عاصم أبى عليهم النزول لأنه علم أنهم يخونون، وقال والله لا أعطي وفائي لغادر، وعلم أنهم يخونون وأنهم نعم يغدرون. ولما نزل ثلاثة منهم
وثقوهم فقال هذا أول الغدر، فأبى عليهم أن يسير معهم حتى قتلوه. نعم. فابتاع خبيبان بن الحارث بن عامر بن نوفل لأنه قتل فيهم، ولذلك يعني شفوا منه وقتلوه. والمعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت جاءه، نعم جاءه كلام عاصم رضي الله عنه وأرضاه، وقال وقوله اللهم اقسم عددا دعاء على الكفار، وزاد واقتلهم بددا يعني قطعهم ومزقهم تمزيقا، وشلوا العضو من اللحم والأوصال جمع وصل، وقال حتى لو قطعوني إرابا فعلى التوحيد أموت، وصلى الركعتين وسن الركعتين، وما أحد سن الركعتين إلا خبيب سن الركعتين في هذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والضبر الزنابير جاء التحميه وفاء أنه كان قد عهد الله جل وعلا أن لا يمس كافرا، شوف انظر، فوفى له الله بعد موته، وفى له الله فجاء الدبر ومنعهم من أن يمسه كافر أو يأخذ منه شيئا أو يمثل به، وفى فوفى الله له، وفى فوفى الله له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا. الفوائد المستنبطة: العاقل لا يأمن لغادر، العاقل لا يأمن لغادر، لذلك عاصم قال لا أنزل، والله لا أنزل ولا أعطي نفسي لذمة غادر، فالكفر ملة واحدة، والكفر فيه الغدر، والمنافقون كالكافرين، غدرهم أشد من غدر الكافرين، لهم غدر كثير، وغدرهم يكون معلوما في هذا الباب، لذلك قال لا أنزل لغادر، أنا ما أسلم رقبتي لغادر، فإن يقتل قتل شهيدا، ولا يجعلهم يتشفون فيه ويعني يعذبونه قبل قتله، قال ما أسلم ذمتي لغادر. سنة الصلاة قبل القتل للأسير، سنة الصلاة. طبعا هل يستأثر هذه مترجمة بأنه نزل له، نزل فاستأثره الآن أخذوه. نعم. الإخلاص عزيز، والإنسان إذا تقدم ليقتل في سبيل الله فهو أسعد الناس، يرى الجنان قبل الممات، وهذا الذي قالته المرأة كان يأكل من ثمر ليس بمكة ثمر، قالت ما رأيت أسيرا مثل خبيب، ولذلك قال مفتخرا وما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. كن صادقا لله جل في علاه، ولا تسلم نفسك للغادر، فإن الغادر يغدر بك في كل لحظات حياتك، إذا تنفس غدرا فإنه يصيبك بغدره، وإذا تنفس إخلاصا يكون قد اهتدى. الله يهدي الجميع يا رب العالمين إلى سواء السبيل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.